ده ان شاء الله بارت 2 من ليسون 2 في يونت 2 بيتكلم على البوليوتنت اوف اوزون لاير. مين اللي بيلوث طبقه الاوزون؟ قال لك اللي بيلوث طبقه الاوزون اكتر ملوث اسمه كلورو فلورو كربون، يعني ماده كلور وفلور وكربون، فعشان كده بنسميه كلورو فلورو كربون كومباوندز، اللي هو الاسم التجاري ليه اسمه فريون، الفريون اللي بنحطه في التكييف في الثلاجات. طب انا بستعمل الكلورو فلورو كربون بستعمله في ايه؟ بستعمله ماده كولينج، ماده مبرده. طب ماده كولينج في ايه؟ في الاير كونديشنر في التكييفات، او ماده بروبيلنت ماده دافعه. الماده الدافعه استعملها في اي برفان او اي معطر جو، اي ماده اضغط عليها وتتحول من ليكويد لحاجه تاني يبقى دي ماده بروبيلنت. بستعملها في الايروسول، ايروسول اي حاجه بتترش اسمها ايروسول. ماده فليتنج يعني ماده بتفرد، بتفرد فين؟ في اطباق الفوم. انا عشان صنع اطباق الفوم، اطباق الفوم بتصنع بيجيبوا بلاستيك ويرشوه بالفريون يروح يتفرد، يبقى ماده بتفرد في الفوم باكينج. ماده سولفنت لما بودي الموبايل بتاعي يتصلح او اللابتوب، في كده ماده بيرشوها جوه الالكتريك سيركت عشان تدوب الدهون والحاجات دي اللي جوه الدوائر الكهربائيه. الماده دي عباره عن فريون، دي تستخدم للكليننج اوف الكتريك سيركت، تنظيف الدوائر الكهربائيه. يبقى انا بستعمل الكلورو فلورو كربون او الاسم التجاري الفريون، بستعملها كولينج بروبيلنت فلاتنج سول، كولينج في الاير كونديشن، بروبيلنت في الايروسول، فلاتنج في الفوم، سولفنت في الكليننج الكتريك سيركت. بعد كده بيقول لي وي ماست ريديوس كلورو فلورو كربون، لازم اقلل استخدام الكلورو فلورو كربون. ليه؟ قال لك وادور على سيفر الترا الترناتيف تو بروتكت اوزون لاير، ادور على بدائل امنه. دلوقتي البرفانات اللي طالعه جديد او معطر الجو لازم يكون مكتوب عليها نون كلورو فلورو كربون عشان تقدر تتصدر. الحاجه اللي بتتصدر لازم يكون فيها نون كلورو فلورو كربون. طب مين تاني بيلوث طبقه الاوزون؟ احنا قلنا اهم ملوث اسمه كلورو فلورو كربون او فريون. في واحد تاني اسمه ميثايل برومايد. الميثايل برومايد دي اقراص بتتحط جوه المحصول. لو انا عندي محصول، المحصول الاقراص اللي بتتحط جواه اسمها ميثايل برومايد. طب بتستخدم كانسكت سايد، انسكت سايد يعني مبيد حشري. طب انا هحط المبيد الحشري الاقراص دي ليه؟ قال لك تو بي ريسيرف اجريكلتشر كروبس عشان تحافظ على المحاصيل. الماده الثالثه اسمها هالونز. الهالون دي ماده تستخدم للفاير اكستنجوش، اطفاء الحرائق. نمبر 4 ماده اسمها نيتروجين اوكسايد، ودي خطورتها ان هي قريبه جدا من طبقه الاوزون. الطياره بتطير في اسفل طبقه الستراتوسفير، والستراتوسفير فيها الاوزون، الطياره بتطير هنا. طب في طياره اسمها طياره الكونكورد اللي هي الطياره النفاثه اللي هي اسرع من الصوت. الطياره دي الوقود بتاعها لما يتحرق يطلع ماده اسمها نيتروجين اوكسايد. النيتروجين اوكسايد دي جه منين؟ بيرنينج اوف فيول، حرق البنزين، حرق الوقود بتاع الطياره الالترا ساوند، اسمها كونكورد او الترا ساوند عشان اسرع من الصوت. الوقود اللي جواها لما يتحرق يطلع ماده اسمها نيتروجين اوكسايد. يبقى كده اللي بياكل طبقه الاوزون اربع حاجات. ايه هم الاربع حاجات؟ كلورو فلورو كربون، ميثايل برومايد، هالونز، نيتروجين اوكسايد. وي ماست ستوب ذا برودكشن اوف كونكورد اير بلين، لازم اوقف انتاج الطيارات الكونكورد عشان ليه؟ تو بروتكت اوزون لاير عشان احمي طبقه الاوزون. بعد كده في حاجه اسمها ظاهره الجلوبال وارمنج. كلمة global warming phenomena يعني ظاهرة الاحترار العالمي. كل سنة درجة الحرارة بتزيد عن السنة اللي بعدها اللي قبلها، دي اسمها global warming. كلمة global warming معناها ايه؟ continuous increase in temperature، ارتفاع مستمر في درجة الحرارة. زيادة ارتفاع درجة الحرارة نتيجة وجود تأثير اسمه greenhouse effect. ايه greenhouse effect؟ قال لك في شوية غازات موجودة على الأرض بتعمل زي الصوبة الزراعية اللي في الزرع. يعني ايه الصوبة الزراعية؟ احنا اوقات في نوع من انواع الزرع بيحتاج درجة حرارة عالية. طب عايز ازرعه في الشتاء، فيروحوا الفلاحين او المهندسين بتوع الزراعة بيعملوا صوبة زراعية، حاجة كده بلاستيك او ازاز يحطوا فيها الزرع. الازاز او البلاستيك ده بيعمل ترابنج للهيت، يحبس درجة الحرارة. فعشان كده هو محتاج درجة حرارة عالية فبنزرعه جوه الجرين هاوس. طب ايه علاقة ده باللي بيحصل في العالم؟ قال لك في شويه غازات تحوط بالارض اكانها بالظبط جرين هاوس، اكانها صوبه زراعيه.
فتدخل حرارة الشمس تحبسها بطريقة معينة ناخدها بعد شوية. يبقى التأثير ده اسمه جرين هاوس إفكت. طب إيه السبب؟ قال لك أول سبب إنكريس كربون دايوكسيد، زيادة الكربون دايوكسيد يزود زيادة الحرارة. طب ومين تاني؟ عايزين نعرف أسامي الجرين هاوس جاز. كل الغازات دي بتسبب جرين هاوس. قلنا جرين هاوس يعني الأرض كأنها متحوطة بصوبة بلاستيك أو إزاز تحبس الحرارة، تخلي الجو حر. زي مين؟ نمبر 1 كربون دايوكسيد، نمبر 2 كلورو فلورو كربون. يبقى احنا الفريون او الكلورو فلورو كربون هيعمل لي اوزون هول، يعمل ثقب في طبقه الاوزون، وكمان يعمل جرين هاوس افكت. الميثان، غاز الميثان ده الغاز الطبيعي اللي هو بنولع بيه البوتاجازات، عشان كده لما ادخل جوه المطبخ الاقي الجو نفسه حر بسبب الغاز الطبيعي اللي شغل البوتاجازات. وماده تاني اسمها نيتروس اوكسيد، دي مختلفة عن النيتروجين أوكسيد. الطيارة الكونكورد كانت بتطلع مادة اسمها نيتروجين أوكسيد، لكن المادة اللي بنقصد عليها اسمها نيتروس أوكسيد. النيتروجين أوكسيد يعمل أوزون، لكن النيتروس أوكسيد يعمل جلوبال وارمينج أو جرين هاوس إفكت. والووتر فيبر بخار المية، لو واحد دخل حمام، الحمام ده فيه بخار مية، كنا مشغلين السخان أو المية السخنة في الحمام وقفلين الباب، لما نيجي نفتح مرة واحدة نلاقي البخار مخلي الجو درجة الحرارة عالية. يبقى فيه خمس غازات اسمهم جرين هاوس جاز، يعملوا ايه الخمسة دول؟ يعملوا جلوبال وارم، حر عالمي. ايه هما؟ كربون دايوكسيد، كلورو فلورو كربون، ميثان، نيتروس اوكسيد، ووتر فيبر. كلورو فلورو كربون، كربون دايوكسيد، ميثان، نيتروس اوكسيد، ووتر فيبر. اكتر واحد يعمل حر عالمي الكربون دايوكسيد، واكتر واحد يعمل تاكل في طبقه الاوزون الكلورو فلورو كربون. ايه الاسباب اللي بتخلي الجرين هاوس جاز تزيد؟ احنا طبعا يهمنا الكربون دايوكسيد اكتر حاجه. ايه اللي بيخلي الكربون دايوكسيد يزيد في العالم؟ نمبر 1 فوسيل فيول. فوسيل فيول اللي هو الوقود الحفري، اللي هو البترول، الغاز الطبيعي، كل ده وقود حفري. يبقى الفوسيل فيول حرق الوقود. بيرنينج تريز احرق الشجر. طب ايه علاقه الشجر بالكربون دايوكسيد؟ ما الشجر كان اكتر واحد بيستعمل الكربون دايوكسيد في عمليه الفوتوسينثيسيس بروسس. طب انا اتخلصت من الشجر فما فيش فوتوسينثيسيس بروسس. فورست فاير حريقه الغابات، كاتنج تري قطع الشجر، كل ده بيعمل لي انكريز جرين هاوس جازز. هناخد بعد كده الايفكت اوف انكريزنج الكربون دايوكسيد. لو الكربون دايوكسيد زاد في العالم ليه عمل حر عالمي؟ عايزين نفهم الفرق. احنا عندنا الارض دي الكره الارضيه متحوطه باربع اغلفه اللي هو تروبوسفير، ستراتوسفير، ميزوسفير، ثيرموسفير. الشمس بتطلع كذا نوع من الاشعه، بتطلع فيزبل لايت ضوء مرئي والترا فايلوت وانفراريد. طيب الاشعه دي الاغلفه دي بتدخل لي مين جوه الارض؟ بتدخل الفيزبل لايت ضوء المرئي، وبتدخل الشورت ويف الموجات القصيره، والباقي لا. بيحصل ايه للضوء؟ الضوء عامل بالظبط زي واحد رمى كره على الارض. لما ارمي كره على الارض القوه اللي رميت بيها مش زي الكره لما ترجع لي بيها، انا رميتها بتتعكس ترد تاني ايدي، القوه اكيد بتقل. يبقى انا دلوقتي عندي قانون بيقول لي ان الضوء اللي داخل الارض داخل بطريقه ويتعكس بطريقه تاني. لما بيدخل جوه الارض بيدخل شورت ويف، موجات قصيره، يعني موجات طاقتها عاليه. لما تيجي تتعكس تتعكس لونج ويف، لونج ويف يعني طاقتها قليله. عايزين نفهم الفرق. الموجه اللي باللون الاخضر دي شورت ويف، موجات قصيره. نغير اللون كده ونعمل الموجه اللي لونها احمر دي هتبقى لونج ويف. ايه الفرق بين الاثنين؟ الموجه الشورت ويف دي الانرجي قليله، الشورت ويف الانرجي بتاعتها سوري لارج، انرجي طاقتها عاليه. موجات قصيره يعني طاقتها عاليه. طب لو موجات طويله يبقى الانرجي سمول، الطاقه صغيره. طب انا رميت الارض، الارض دخل لها موجات طاقتها عاليه زي موجات الالترا فايلوت، جزء من الالترا فايلوت دخل. احنا الالترا فايلوت ثلاث انواع، نير وميديوم وفار. النير 100% بيدخل والميديوم بيدخل خمسه بس. طب الالترا فايلوت كله يعتبر شورت ويف، الشورت ويف ده طاقته عاليه. لما يدخل الارض ولما يجي يتعكس يتعكس موجات لونج ويف. مين الموجات اللي لونج ويف وطاقتها ضعيفه؟ الانفراريد. يبقى لما بيجي يدخل الارض يدخل شورت ويف، لما يجي يتعكس يتعكس لونج ويف.
طيب لما يجي يتعكس هو عايز يتعكس، بس بنبص نلاقي الكربون دايوكسيد والغازات دي اللي حكينا عنها اللي هي الجرين هاوس جاز تعمل زي ما يكون درع يمنع الغازات اللي تطلع، يعني الغاز يدخل مش عارف يطلع تاني. ليه مش عارف يطلع؟ لان هو معموله كانهم صوبه زراعيه، الكربون دايوكسيد والكلوروفلوروكربون والميثان والنيتروس اوكسيد والووتر فيبر كلهم بيعملوا جرين هاوس، يعملوا ترابنج للانفراريد، يحبسوا اشعه الانفراريد. طب انا جاتني منين الانفراريد؟ الشمس بعتت لي شورت ويف، لما الشمس بعتت شورت ويف للارض، الارض عملت ايه؟ ابزورب سام ويف، امتصت بعض الاشعه وبعض الاشعه عكستها، عكستها في صوره ايه؟ لونج ويف، موجات طويله. الموجات الطويله دي بنسميها انفراريد راديشن. نقدر نختصر اللي قلناه، بنقول ان الشمس بتطلع كذا نوع من الاشعه، اللي بيدخل جوه الارض اللي بيعرف يخترق الارض الشورت ويف بس والفيزابل لايت، الضوء المرئي، شورت ويف وفيزابل لايت. طيب الاشياء اللي دخلت الارض، في جزء الارض ابزورب امتصته، زي واحد واقف في الشمس يلاقي جسمه نفسه سخن، في جزء بمتصه وجزء بعكسه. طب هل اللي هعكسه اعكسه بنفس القوه؟ انا دخل لي شورت ويف اعكسه لونج ويف، الموجات اللونج ويف الطويله دي اسمها انفراريد، عايزه تسيب المدار وتمشي، هتلاقي جوه هنا في جرين هاوس جاز. الجرين هاوس جاز بيعمل تاثير اسمه جرين هاوس افكت. يعني ايه جرين هاوس افكت؟ يعني ترابنج انفراريد راديشن، حبس الاشعه الحمراء. طب الاشعه لما اتحبست ده بيعمل لي ايه؟ انكريس تمبريتشر، يسبب لي ارتفاع درجه الحراره. لو قال لي جيف ريزون ليه الانفراريد راديشن كانت بنتريت، ليه مش بتقدر تخترق؟ هقول له عشان هي لونج ويف لينس، عشان كده بتفضل محبوسه جوه التروبوسفير. ناخد بقى تعريف الجرين هاوس افكت، ومن اهم التعريفات اللي جايه في اليونت كلها. يعني ايه جرين هاوس افكت؟ يعني ترابنج اوف انفراريد راديشن ان تروبوسفير، ترابنج انفراريد راديشن ان تروبوسفير. طب ايه الاسباب؟ انكريز جرين هاوس جاز، عشان الجرين هاوس جاز بتزيد. الالترا فايولت تاثيرها ايه على الجسم؟ الالترا فايولت تاثيرها كيميكال، يعني بتغير كيمياء الجسم وتعمل سرطان. الانفراريد تاثيرها ثيرمال، والسؤال ده لازم يجي في الكومبليت. الالترا فايولت نقط افكت كيميكال، والانفراريد تاثيرها ثيرمال. الانفراريد زي اللي جوه المايكروويف تسخن الاكل، ما تغيرش الكيمياء بتاعت الجسم، لكن الالترا فايولت بتعمل سرطان. ثيرمال يعني حريق. بعد كده هيقول لي نيجاتيف افكت اوف جلوبال وارمنج، نتيجه الحر العالمي حصل ايه في العالم؟ الحر العالمي اسمه جلوبال وارمنج، طب النتيجه ايه؟ نمبر 1 ميلتنج سنو اوف تو بول، القطب الشمالي والجنوبي هيبتدي التلج اللي عندهم يسيح. ايه تاني؟ سيفير كلايمت تشينج، تغيرات مناخيه حاده زي الفيضانات، حرائق، غابات، كل دي عمرها ما كانت بتحصل في العالم. طيب يجي السؤال بيقول لي ايه؟ ايه اللي يحصل لو ميلتنج سنو، لو التلج نفسه ساح؟ لو التلج ساح يبتدي تختفي الكوستال اريا، كوستال اريا يعني البلاد الساحليه زي اسكندريه، اي دوله ساحليه ما المحيطات كلها متوصله ببعض، لو التلج اللي في القطب الشمالي والجنوبي ساح كل المحيطات منسوب الميه هيعلى، والبحر في اسكندريه هيعلى، كل ده الميه هتغرق الكوستال اريا المدن الساحليه. ايه تاني؟ يحصل اكستنكشن اوف بولر انيمال، يبتدي يحصل انقراض للحيوانات القطبيه زي البينجوين زي البولر بير. طب زي مين سيفير كلايمت تشينج، مين التغيرات المناخيه الحاده؟ الاقي كلمه هوريكانز، هوريكانز يعني اعاصير، رياح شديده ممكن تخلع البيوت خالص. اشهر اعصار كان اعصار كاترينا، ده من اشهر الاعصارات اللي في العالم. وفي كلمه فلودز يعني فيضان، الفلودز الفيضان جه منين؟ من المطر الشديد، او دراوت يعني جفاف، او فورست فاير حريقه الغابات، كل دول سيفير كلايمت تشينج. كده نبقى خلصنا ليسون 2.